بحضور مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي سعادة اللواء محمد أحمد المري، نظمت إقامة دبي وشركة سامسونج SDS لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المحدودة الرائدة عالميا خلال فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، نظمت تحدي هاكاثون بهدف زيادة عدد مستخدمي التطبيق الذكي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين في تطوير إجراءات سياسات العمل على نحو يجسد رؤية إقامة دبي في تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين والارتقاء بمستوى الأداء.